اللي فات والله بجد، يعني احنا عملنا اللي علينا والله. اتظلمنا في الاول، هو احنا كنا اول 10 دقايق نازلين مش مركزين، لما ركزنا شوية وحاولنا ندخل في الماتش ضربتين جزاء. انا مش شايف، يعني كفيلتين ان هم يخلصوا الماتش، بس الحمد لله يعني قلنا لازم نرجع ولازم نكسب، وده اللي حصل في الشوط الثاني. ركزنا وما فرقناش معانا الشوط الاول، نسينا الشوط الاول كله ونزلنا الشوط الثاني ولا في اي حاجه، وربنا كرمنا في اول 5 دقائق او 7 دقائق بالظبط ان احنا نتعادل، وضيعنا فرص كتير قوي بعد الجونين وكنا نقدر احنا نكسب، بس هو الحمد لله يعني اداء، والحمد لله ان شاء الله الماتش الجاي نقدر نعوض ان شاء الله ونصعد باذن الله. يعني المستوى الحقيقي اللي احنا نعرفه عن لعيبه منتخبنا الاولمبي هو الشوط الثاني، يعني الشوط الثاني كان فيه اصرار، كان فيه عزيمه، كان فيه عايزين تعملوا حاجه. الاولمبيات حلم كبير وبطوله كبيره، واعتقد ان انتوا وصل لكم دلوقتي المسج اللي مصر كلها منتظراه منكم. والله العظيم احنا بنعمل علينا، هو صح الشوط الثاني الناس كلها كانت منتظره، احنا المفروض كنا نبدا الشوط الاول كده، والمباراه اللي فاتت قبلها كان كده برضو، بس انا بقول لك هو ضربتين جزاء الهجوم دول يعني روقونا شويه، بس الحمد لله عرفنا نرجع، والحمد لله لينا فرصه ان شاء الله الماتش الجاي ربنا يكرمنا باذن الله ونقدر نحقق الحلم اللي مصر كلها مستنيه منا باذن الله. في ثقه من الكابتن حسام ليك يا فتحي؟ والله الحمد لله، ورب اكون قد المسؤوليه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله. فتحي